تمتاز المحافظات والمدن السورية بصناعة الحلويات، وكل مدينة تختص بصنف معين حسب المواد الأولية التي تتوفر في المدينة. حلاوة الجبن من أشهر أنواع الحلويات التي اشتهرت بها سوريا، وخصوصاً مدينة حما، إذ يعود صنعها إلى أكثر من 100 عام. حلاوة الجبن تشهر فيها مدينة حما بالأكل الشعبية الممتازة. حلاوة الجبن تصنع من الجبن والسميد والسكر، جبن حلو. والبلد هي احنا عندنا حلاوة الجبن بالقشطة العربية زائد المعجوقة، هي أكلات كمان شعبية ممتازة جدا. عناصر غذائية مفيدة يتكون منها طبق حلاوة الجبن الذي يمتاز أيضا بمذاق حلو، مما يدفع الناس لتناوله وخصيصا في شهر رمضان المبارك. طريقة الماء المعين إلى زائد السكر، بتحرك السكر حتى تغلي، بس انغليت الطبخة بتهدي النار تحتها شوي وبتكتلها سميد، بس سميد سميك تطفي النار تحتها بتخفقها حتى تاخذ برودتها الطبيعية حسب الطلب الجبن، بتكتلها الجبن وبتخفقها على مهلك شوي شوي، تنمزج مع بعض البعض. خبرات متوارثة في مجال صناعة الحلويات حافظت على نكهة تراثية تحمل عبق وتاريخ مدينة أبي الفداء.